خوائل، يعني أرجو أن يتسع صدركم. كثير من المواطنين يعني ودهم يوصلون إليكم شكوى أنه مراكز الفحص الدوري الآن الموجودة هي جيدة وموزعة، مثلا في الرياض مثلا أو حتى في المدن الأخرى من المملكة، موجودة في أماكن جغرافية ممتازة، ولكن أحيانا يعني تعمل بأقل قدر، بالتالي يكون هناك في تراكم. حتى عندما وضعتم مواقيت وأوقات يعني حتى الناس يكون في تراتبية وفي تنظيم، إلا أنه لا يستطيع الإنسان أن يذهب في وقته وينهي الفحص في وقته. يعني أقصد، لماذا لا تعمل المحطات بكامل قدراتها وإمكانياتها؟ عادة يكون في اثنين ممن يتلقون متابعة الموعد فقط، يعني عبارة عن شباكين في الوقت اللي فيه 11 شباك موجودة. أيضا الفتحات حق أماكن الفحص يكون 10 أو 11، تعمل ثنتين أو ثلاث. من المسؤول، أنتم أم الشركات التي تنفذ ذلك؟ بالفعل خليني أعطيك اليوم خدمة تطوير خدمات الفحص الفني الدوري وكيفية رفع مستواها. هي كانت منذ البداية الهادف للهيئة السعودية للمواصفات والقياس والجودة. خليني أعطيك بس أبرز ثلاث معالم ومنهجيات نركز عليها. كيف نستطيع اليوم رفع جودة خدمات الفحص الدوري؟ مشكلة تبني التقنيات المتقدمة، هذه جزئية هامة. يمكن لاحظتوا إطلاق خدمة منصة إلكترونية، منصة الفحص الفني الدوري. صحيح. أيضا الخدمة الثانية إطلاق خدمة المواعيد الإلكترونية، وكيف ممكن نساعد من تطوير هذه الخدمة بدل الانتظار اللي في صفوف طويلة، وهذه أيضا مرحلة ثانية. النقطة الثانية واللي هي نقطة مهمة وستكون محورية، فتح المجال للشركات الاستثمارية للدخول لنشاط الفحص الفني الدوري، اللي بدوره بيدعم التنافسية، بيرفع الجودة، بيقلل من الازدحام اللي ممكن نراه، وبيرفع وبيزيد التنافسية بين جهة وأخرى وبين محطة وأخرى. النقطة الثالثة واليوم اللي نشهدها من خلال إعلاننا، اللي هو كيف نستطيع أن نغطي مناطق جغرافية مختلفة، وكيف نغطي الأساطير اللي ممكن كانت بعضها تسوي ازدحام للمراكز تقديم الخدمة من خلال إطلاق خدمة الفحص الفني المتنقل. فاليوم عملية التطوير هي عملية تدرجية نمشي فيها بشكل. طيب بس أخي وائل الله يعطيك العافية، كلام جميل ولاحظنا ذلك موجود، ولكن يعني أنا أبغى أتحدث حتى عن نموذج. أنا أرسلت سائقي بعد أن أخذت له موعد قبل 6 أشهر لكي يجري فحص لسيارتي، وكان موعدي الساعة 1 ظهرا. بناء على ما قلت لك من ملاحظات في أحدى محطات الفحص في الرياض، سائقي ما أنهى الفحص إلا الساعة 4 عصرا. يعني ما فائدة أني أخذ موعد الساعة 1 وأذهب 12 ونص عشان أكون موجود وقت الموعد، وبالتالي أقعد إلى 4 وأنا لسه ما أنهيت الفحص. كيف نتغلب على هذه المشكلة؟ بالفعل التغلب على هذه المشاكل من خلال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري بأكملها، من خلال إتاحة اليوم مراكز خدمة جديدة، إطلاق خدمات متنقلة. لذلك اليوم نستمر في إطلاق الخدمات بشكل تدريجي. اليوم تعاوننا مع الشركات ومراقبتها وفرض اشتراطات واضحة عليها تطبق على المركبات سيساهم في التقليل من الازدحام اللي ذكرتها الآن لي بالنسبة للمشاكل اللي قد تواجه بعض من يقومون بعملية الفحص الفني الدوري. هذه تعد مشكلة مرصودة وعمليات التطوير تستهدفها. أيضا النقاط الأخرى، كيف نطور من عملية الفحص الفني الدوري في ذاتها حيث ما يكون فيها أي تلاعب وتكون دقيقة. عملية التطوير تستدعي مننا عدة مراحل، المراحل قد تطلق الآن بشكل تدريجي. لذلك قد نلحظ بعض القصور من بعض الشركات، خصوصا الشركات الآن بدأت تدخل والخصخصة بدأت تدخل فيها بشكل تدريجي. لذلك التطوير طيب. سنشهد بشكل متسارع، ولكن مع الوقت راح يبين معنا كل النتائج بإذن الله.